سلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناة جرام جزد. اليوم جبت لكم موضوع طلبته مني مليار، قلتوا لي احكي لنا كيفاش نتعامل مع ناس دارنا واحنا عرايس جدد. دونك قبل ما نبدا هذا الفيديو ما تنساوش تحطوا لايك للفيديو، تابعوني في انستغرام اللي موجوده يوميا، نحط لكم في صندوق الوصف، وحطوا لايك للفيديو. قلتها لكم ديجا جو كوا، وهذه شوفي اي حاجه تطرحي لها سؤال ديري في بالك اللي مول نية يربح، دائما وابدا مول نية هو اللي يربح. دونك افضل حاجة انك كي داخل العائلة جديدة تخدمي بنيتك، صفي نيتك، ياك صفي نيتك. كاين بزاف يروحوا محرشين، كاين بزاف تشوف ديريكت معجوزتها باللي ماشي مليحة، بالك هي مليحة، بالك هي انسانة مربية ومؤدبة والله الله عليها وتعامل عروستها مليح وتلقايها. كاين بزاف عرايس لقاو عجايزهم وعجايز لقاو عرايسهم. دونك انت يا روحي بنيتك، صفي نيتك، كوني انسانه مليحه، كوني انسانه عندها طباع ملاح، ماشي داخله ديري المشاكل، ماشي داخله تفرقي بين العرايس، ماشي داخله تفرقي بين الاخت واخوها ولا بين الام ووليدها. انت روحي بنيتك لان مول النيه هو اللي يربح عند ربي دائما في الدنيا وفي الاخره. حاجه واحده اخرى نوصيك عليها، حبيهم من قلبك فريمون، يعني حبيهم من قلبك. شوفي مهما يصرى مشاكل في العرس، يصرى مشاكل قبل العرس، طنجي قداك احنا نحبو هكا ولا لازم تكون هكا وانتي ممكن تزع فيك كثيرا، مي هذا الشيء كامل حطيه ابار لانه كتعرفي الشيطان في العرس يدير بزاف المشاكل. انتي حاولي انك تحبيهم قد ما تقدري، حبي عجوزتك كيماك ولو انها عمرها ما تدي بلاصتي معك، حبي شيخك، حبي لواسك، حبي لواساتك، حبي نسا لواسك، حبيهم من نيتك. كيما انك تحبي صاحبتك حبيتيها، واحد ما اوبليجاك تحبي صاحبتك بصح حبيتيها. ناس دارك تاني حاولي انك تحبيهم، لانك الا حبيتيهم وعاملتيهم على اساس حب حياتك راح تتبدل بزاف بارابور اللي يتعاملوا معاهم. يعني عجوزتي تقعد عجوزتي، لا كاين فرق بيناتهم. حاجه اخرى نقولها لك، كوني على طبيعتك قد ما تقدري، كوني على طبيعتك، اياك تتصنعي. هذه وصيتكم عليها شحال من مره، اياك تتصنعي. علاش كي تتصنعي في اي حاجه، سواء دير روحك زعماك مقلشه، ولا دير روحك زعماك مربيه فوق اللازم، ولا دير روحك قاريه هاربه، ولا دير روحك طيبه بزاف، ولا دير روحك مفشوشه. شوفي اي حاجه تتصنعي فيها الانسان يفيق لها، هكا سبحان الله من عند ربي. اي حاجه الواحد زعما تزوخي تتكبري ولا تنقصي من قيمتك، كل حاجه فيها تصنع يفيقوا لها الناس. بزاف يتصنعوا ويحبوا يكونوا طيبين طيبات فوق ما يقدروا، ومن بعد كي يبداو يعياو ويعاودوا يولوا طبيعتهم، هنا يحسوهم ناس دارهم بيتغيروا عليهم، تبدلوا وبدلوا العقليه ويزعفوا ويشنفوا، وانتي ما درتي والو، فقط انك وليتي لطبيعتك. فمن البدايه ما تتصنعيش. حاجه اخرى نوصيك عليها، هذا الحاجه ديرونجيني انا بيرسونالمون، مع اني انا عروسه مانيش عجوزه، البنات اللي ما يعيطوش لعجايزهم يما. علاه؟ على سمنتي كي ديريكتومون داخل بنيه فاسده، انك تعيطي لها يماك من باب الاحترام، هاي قد يماك صافي با دي راح تدي بلاصت يماك، ما كاين حتى واحد في الدنيا هذه راح يعوض لي يما ولا يدير لي بلاصت يما. علاش لا جوزه هذيك اللي تكون طالعه في البيس وقولها جوزي يما، عطيني نعاونك يما، وشاكي يما اكسيتيرا، ويما تراجلك ما تعطيلهاش يما. علاه؟ وين راهي لا ديفيرونس؟ انت ما تحبيش كي تسمعي راجلك يعيط ليماك يما وباباك بابا تفرحي، احياتك هذا الاحساس، احساس تاع انه هو راه قريب ليهم وراه مقيمهم. كيف هو تاني وعجوزتك تاني، لو فات العجوزه اللي تجيها طفله تعيط لها خالتي ولا طاطا، سي ديجا راهي دارت ليميت بيناتهم، بينها وبين عجوزتها، وعجوزتها ما حديرها كي بنتها. تقدري تحبي عجوزتك دير كي بنتك كي بناتها، انت تاني مالا ديريها كي يماك، عيطي لها يما ما فيها والو، عيطي لها يما وباباك بابا. هذه حاجه شغل من المسلمات. حاجه واحده اخرى نقولها لك، ما تتحايليش وخدمي بالنيه الصافيه، ما تخدميش بالحيله. ما تقوليش نقعد مع فلان باسكو، ما تقوليش نقعد مع عروسه لوسا باسكو هي اختو، ما نقعدش مع مرت اللوس باسكو هي بعيده، ولا تقولي نهضر هكا مع العجوزه وكي تجي راجلي نبدل هدرتي، ولا نرقد حتى الساعه الفلانيه بصح كي يكون راجلي في الدار نجي ندير طابليه وندير نروح لشغلي نخدم. ما تتحايليش ابدا لانه الحيله تدور عليك، الدور عليك دائما. كما قلت لكم مول النيه هو اللي يربح. حاجه واحده اخرى
نوصيك بها راح تنفعك بزاف، انك في داركم قبل ما تتزوجي تولفي راح تنوضي بكري. علاه؟ خاصه الا كنتي ساكنه مع العجوزه ما راحش يكفيك الوقت لانك عروسه جديده وعندك شعرك تجبديه وتماكيي وتستيكي راجلك وتقعدي مع راجلك وقت طويل ولازم تقعدي هو معاهم وممكن انك تخدمي شويه شغل، ما راحش يكفيك هذا الوقت كامل لو كانت موضي على 10. وعيب قدام العجوزه انك تنوضي على 10 الا كانت هي تنوض 4 تاع الصباح. المهم حتى الا شتي الواسات ينوضوا على 10 ولا نسى الواسك ينوضوا على 9، انتيا مليح ليك انتي، مليح ليك انتي انك تنوضي على 8 على 7 علاش لا على 6. مليح الانسان يكون صباحي، ما تجي بهاش رقاد. بو على بالي باللي عروسه الجديده تسهر بزاف في الليل، بصح حاولي قدر المستطاع انك ما ديباسيش 8، حاولي لانك راح تسحقي ساعات يكونوا ليك انتيا يعني تخدمي بهم ليك انتيا ماشي عليك. حاجه اخرى نوصلك بها، كي تكوني عروسه جديده ما تروحيش تخدمي حاجه دائما 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 تخدميها. نعطيكم ابسط مثال، مثلا تنوضي الصباح ديري الكسره كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، علاش؟ راح تقعد شغلتي كيفك بلي انتي اللي ديري الكسره صباح ربي، تولي انتي اللي ديري الكسره صباح ربي طول حياتك هكذا. دونك اي حاجه تخدميها خدميها بوسط، ما كاش حاجه خير من الوسطيه، خير الامور اوسطها. دونك اي خدمه تخدميها في الدار، اي تصرف في ديريه، اي حاجه كوني فيها معتدله، كوني معتدله. ما بايزون ماشي انت كل يوم طيبي، بايزون ماشي انت كل يوم تغسلي الماعن، بايزون ماشي انت كل يوم تروحي تقضي بايزون، ولو انك عروسه جديده ماشي كيش تروحي تقضي، لكن يعني باش نعطيكم مثال تفهموا به. لانه مع الوقت الانسان راح يتعود عليك انت ديري هذيك الحاجه وراح تقعد فيك انت ديري هذيك الحاجه. من بعد كي تولي اونسانت ما تقدريش تنوضي، راح ممكن تحتي في ناس ماشي ملاح راح يزعفوا وراح يديروا لك مشاكل وما يفهموكش. حاجه اخرى نقولها لك، حاولي قد ما تقدري انك تعاملي العجوزه كيما يماك سواسوا. كيفاش كنتي تعاملي يماك في الدار عاملي عجوزتك. مثلا كنتي صباح ربي غير تنوضي تسلمي على يماك سلمي على عجوزتك. مثلا كي تجي حتى الرقدي في الليل كنتي تسلمي على يماك روحي سلمي على عجوزتك. مثلا تكونوا قاعدين تروحي تجيبي لها كاسمه، تكون مكسله تروحي تغطيها، يعني كيما كنتي تعاملي يماك باغزومبل مره على مره تجيبي لها هديه، ماشي من باب التقزاب كيما ما فنقولكم، من باب تهادو تحابو كيما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. دونك كامل هاد المعاملات هي راح تحسلهم راح تفيق بيهم وراح يديروا لك بزاف لي بوين ليك انتيا ماشي عليك انتيا. راح تركز بعجوزتك قدر المستطاع، وهذا الشيء مليح مع ربي، مليح مع راجلك، مليح مع عجوزتك، مليح مع شيخك، مليح معاك انتيا، يعني مليح من كل جوانب راح تربحي بزاف. حاجه اخرى نقولها لك، الدخول مباشره في نظام الحياه تاع ناس دارك الا كنتي ساكنه معاهم وما تخالفيهمش. نعطيك مثال، انا اختي صغيره كيما تزوجت تلقات ناس دارها يتسالموا كل يوم، ما نقول لك صباح ما نقول لك في الليل ما باليش، حنا في دارنا ماشي هكايا. دونك هي لازم ماشي تسير على كيما حنا كنا نسيرو، مي تسير على حساب ناس دارها كيفاش يسيرو. ما بلا كان زعفانه اللي هو بيجي تسلم عليهم كمثال فقط. ثاني الى مثلا كان الشيخ واعر ما يحبش البنات يدخلوا مور المغرب، انت ماشي تروحي ماما كي خدامه، حاولي انك تجري، حاولي انك ما تروطرديش مول المغرب، يعني سيري على حسب النظام تاعهم ما تخرجيش عليه. ما تقوليش انا عروسه جو مون فو بيكم نتوما هذاك نظامكم، انا المهم اني نتفاهم مع راجلي. لا ما كاش منها، خاصه الا كنتي ساكنه معاهم، خاصه الا كان الشيخ حي، دائما سيري على حسب نظامهم هما، ما تكونيش خالف تعرف لانهم راح يكرهوك. حاجه اخرى نقولها لك، راح تخليك تدخلي للقلوب بدون استئذان هي الابتسامه. صدقيني الابتسامه، كل ما تقابلي انسان تقابليه بابتسامه، في الكوزينه في الكلوار في الصال دو بان في البيت في الصالون، راكي داخله راكي خارجه دائما ابتسامه، ولو انك راكي حزينه راكي متوحشه مالك راكي زعفانه مع راجلك، دائما ابتسامه على ناس دارك. لانه الانسان اللي يبتسم راهو ينشر طاقه ايجابيه واوتوماتيكمون يحبوه، عكس الانسان اللي دائما يشنف دائما كئيب دائما يشكي، هذاك الانسان الناس ينفروا منه وما يحبوهش. وديري مليح في بالك لا حبوك ناس دارك سي بون سوفيتي سوفيتي، ديري مليح في بالك لي سوفيتي، ماشي لانك لازم يحبوك، لكن اذا حبوك راح تكون عندك مكانه سبيسيال عندهم، مكانه سبيسيال عند راجلك. حاجه اخرى نقول لك، بلاكي انساي انساي الفشوش تاع داركم باش ما تتبريزاش هكا. انت راكي رايحه عند عائله جديده، ما بكش كاع كيفاش نظام حياتهم، ما بكش كاع معامله الام والاب للابناء تاعهم والعرايس،
ما بالكش الراجل كيفاش يتعامل مع مرتو، ما قلت تكوني ممكن حكيتي معاه فتره الخطوبه ولا خرجتوا تلاقيتوا على باليش، لكن الفشوش تاع باباك وتاع يماك تاع خالتك ممكن تاع خالتك خليه في داركم ياك، ما تجيش بهذاك الفشوش كيما وحده صاحب راجلي تزوج جديد وقاعد يشكي لراجلي قال له مفشوشه قراف كل دقيقه تقول لي بابا يدير لي هكا وانت لا لا جيب لي لاكريم مع 12 تاع الليل بابا يجيبه لي بابا يدير لي كذا بابا يدير لي كذا ماما دير لي كذا، الفشوش تاع داركم خليه في داركم دوكا راكي انت راكي امراه مسؤوله ماكيش طفله صغيره راكي على ذات مسؤوليه، ممكن يجوك من بعد لي بيبي ان شاء الله تولي ام عندك مسؤوليه كبيره، دونك هذاك الفشوش كي تروحي لداركم عاودي تفشيه، اما في ناس دارك ما تفشيش ابدا، ما تقوليش اه طيبتو اليوم اللوبيا انا ما نحبش اللوبيا ما ناكلش، دبي راسك روحي كولي خبز وشلاضه خبز وطوماطيس، دبي راسك مش تقولهم ما نحبش اللوبيا، تقولهمش ما نحبش اللوبيا، الا فكرتي ماكله واحده اخرى اوكي، ما فكرتيش ماكله واحده اخرى مش تقولهم ما نحبش هاديه ما ناكلش هاديه، لا لا ماشي هكا تصيري، لانه ما يكرهوك الانسان يكره واحد مفشوش. حاجه واحده اخرى نقول لك ما تطلقيش روحك في الهضره، ما تطلقيش روحك في الضحك، مثلا الا كنتي من داك النوع اللي يضحك ويضرب اه ها 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 ولا يضحك ويصفق ولا طالقه روحك هكايا من النهار الاول، لانهم كي عروسه جديده لازم شويه تحفظ يكذب عليك، ما تطلقيش روحك من النهار الاولاني لانك ما كيش تعرفي مع من تتعاملي، هما راهم شايفينك برانيه راهم خايفين منك راهم يمشوا معك بتحفظ، الا شافوك مطلوقه هكاك راح تطيحي من عينيهم ما حش يقدروك ما حش يحترموك، دونك انت ما تطلقيش روحك في الديبي، من بعد إذا شتيهم نفس العقلية تاعك تقدري تخدمي 100% على طبيعتك 100%. حاجة واحدة أخرى نقول لك الواسك كون سلواسك دايما عندك حدود كبار، عمرك ما تداسري الواسك، عمرك ما تضحكي طلقي روحك تقعدي تقصري معاهم جامي، ديري ملح في بالك بلي الواسك راهو إنسان براني كيما هذاك اللي تروحي تشري عنده الحوايج برا كيما الواسك عند ربي السواسوة، ما كاين حتى فرق بيناتهم، كاين اللي بزاف يديروا خمار ويديروا حجاب وقدام الواسهم ينحوه على اساس انهم خاوة، ما همش خاوة ابدا، خوك عند ربي كيما هذاك الانسان اللي راهو في مصر وفي فلسطين وفي الامارات كان خاوة عند ربي، المسلمين كامل خاوة عند ربي، كيف لوسك خوك عند ربي، لكن كي تجي النص القراني اللي قال ربي شكون قدامه ديري خيمه شكون لا لا ما تلقاش لوسك لداخل، دونك لوسك راهو انسان براني احترميه ما تقصريش بزاف ما تطلقيش روحك بزاف، حاولي قد المستطاع تحافظي على حجابك ولو كانوا نساء الواسك كامل ما يديروش، انت ما لازمش تتبعي الغاشي وش يدير تبعي ربي وش يقول ثاني نساء الواسك دير لهم بزاف حدود ما تدسريهمش، نضل نقول لكم هذا الشيء راح من بعد تعرفي علاش نقول لك هذا الشيء، المهم انك ما تدسريهمش ابدا ما الواساتك ما كاع الغاشي ما تدسريش، لكن بوكو بلوس نساء الواسك لانهم بينهم غيره كبيرة إذا كانوا الناس ماشي ملاح، أما إذا كانوا الناس ملاح فالحمد لله الحمد ربي وجيب الدعاء العين. حاجة أخيرة نقولها لك، إذا بداوك المشاكل معاهم خاصة إذا كنتي ساكنة معاهم في الديبيو كيفاش تتعاملي مع المشاكل، كوني متفهمة قدر الإمكان، كوني صبورة قدر الإمكان، وكوني رزينة قدر الإمكان، لأنه الخسارة هي أسهل حاجة، اللسان كي تطلقيه هو أسهل حاجة، من أصعب حاجة أنك تشدي لسانك انك تغلق على بيتك وتقعدي تماك تبكي لداخل محقوره ايه معليش، لكن ديري مليح في بالك باللي اللي يسكت هو اللي يربح، اللي ما يتخاسرش هو اللي يربح، مع الوقت راح يقيموك مع الوقت راح تربحي تقولي اه الحمد لله ما قلتش هكا كي كنت زعفانه، باسكو بزاف ناس عزعف يطلقوا كلش يطلقوا كاع واش كاين في قلبهم، ممكن حاجه ما لازمش يتهضروا ممكن اسرار ما لازمش يخرجوا، تقولي هم انت زعفانه خاصه مع العجوزه قادريها 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 قدر الامكان، حتى ولو خسرت لك راهي عجوزه كبيره تي اوبليجي تحترميها، راهي يمات راجلك راهي في مقام يماك تي اوبليجي تحترميها، لانه حتى يماك وتظلمك حتى يماك وتخسر لك حتى يماك وتحقرك حتى يماك وتغلط معاك، لكن تي اوبليجي تحترميها صح ولا لا، دونك العجوزه كيف كيف فوالا جينيرالمون واش كيفاش لازم تتعاملي وانت عروسه جديده، اذا عجبكم الموضوع هذا وحبيتوا تزيدوا تعمقوا فيه قولوا لي في التعليقات، نحبكم حبكم بزاف تهلاو في روحكم، تلاقاو مع ان شاء الله، سلام.